طبعا الحمد لله اشتريت هذا القرآن من كربلاء المقدسة، وهذا هو القرآن الشيعي والما بي تحريف. أوقف حبيبي، هو من قال لك أنه القرآن عند الشيعة محرف؟ أنتم وعلماءكم يقولون؟ تعرف الشيخ الصدوق؟ شلون ما أعرفه؟ هذا أحد مشايخ الشيعة الأربعة. راجع كتاب الاعتقادات للشيخ الصدوق، يقول بي القرآن ليس محرف، ومن نسب إلينا التحريف فهو كاذب. معود هذا العالم قديم، أقصد على علماءكم هسه المتقدمين. السيد الخوي من فطاح العلماء الشيعة وتوفى قبل فترة قريبة، يقول إن من يدعي التحريف يخالف بداهة العقل. عندك الشيخ المفيد الطوسي، الطبرسي، محمد جواد البلاغي، مكارم الشيرازي، نور الله التستري، طه الدين العاملي، محمد حسين كاشف الغطاء، جعفر كاشف الغطاء، وغيرهم الكثير من العلماء اللي رفضوا التحريف رفض غاط، وقالوا إن من يدعي التحريف فهو شاذ عنا. ايوه، شنو الدليل على كلامك؟ كل فيديوهاتي اعرض لك المصادر بنهايه الفيديو، فتابع الفيديو النهائي. زين، شنو المشكله اذا قلنا القران محرف؟ الله تبارك وتعالى يقول انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، يعني لو اجتمعت الكره الارضيه كلها حتى تحرف القران ما راح تقدر.